هي يعني الورقة جيدة جدا وأنا سمحت إليها وسيادة دول المداخلة قضية النقل البحري، وأنا كراجل منتج في مصر بعاني مشكلة كبيرة جدا للنقل البحري، لأن زي ما حضراتكم عارفين النقل لأفريقيا كله مشكلة، سواء كان نقل الأشخاص أو نقل البضايع. والحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته الفترة اللي فاتت دي بعد توقيع الاتفاقية وبعد ما الاتفاقية دخلت حيز النفاذ ومضى عليها تقريبا أكثر من 20 دولة لغاية النهاردة كان ليه مقترحات، وكنت أتمنى الحقيقة إن الإخوة اللي بيعدوا الورق ده يبصوا على المقترحات دي لأنها في غاية الأهمية. أربع مقترحات تكلم على مشروع القاهرة كيب تاون، ده اللي بيشق القارة كلها بيعدى على 11 دولة من القاهرة إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا. الطريق ده لما يحصل يخلق حواليه مجتمعات عمرانية على ضفافه، ويقدر ييسر حركة التبادل التجاري والسلعي، وممكن قوي من الخطوط دي تبقى فيه خطوط عرضية تخش على شرق وغرب أفريقيا. الحقيقة الموضوع ده طرح، لكن لازم يكون في قوة دفع، وانا اعتقد انه الاتحادات لازم يكون لها باع كبير جدا في تنفيذ هذا المشروع. الورقة الرابعة ورقة عمل حول التعاون العربي الافريقي.